السلام عليكم، عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يخليك. أنا أحمد من السنة، حبيت أسألك سؤال يا شيخ. تفضل يا أحمد. الله يخليك، زاد فضلك يا شيخ. الوشم حلال أو حرام؟ حرام. حرام. طيب سؤال ثاني إذا مو زحمة، تفضل. صوتك قطع يا أحمد. إلا الوش. أقول لك اتفضل. صلاة الشيعة على التربة حلال أم حرام؟ يعني مقبولة؟ ليس عليها دليل، وقد تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7: اليتين والركبتين، الجبهة ومنها الأنف، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. فما يجي يسجد على التربة هذه، يعني التربة هيت، فهيجي يسجد كده، فالأنف مش هيلمس الأرض. تاني حاجة، بالله عليكم يا شيعة، تخيل النبي كان بيصلي، هيجيب حاجة زي دي النبي يسجد والحتة دي بس اللي هي؟ طب ليه ما تجيبش تربة كبيرة كده تاخد مناخيرك معاك كده يا شيعة وتريح دماغك؟ الله المستعان. رحم الله والديك يا شكرا. شيخ، أنت بارك الله شيعي و... بك. إيه 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 كنت شيعي ولا أنت سني الأصل؟ لا أنا سنة الحمد لله، الحمد بس لله. زوجتي شيعية. طيب، ما زالت شيعية؟ لا الحمد لله تسننت. لا عادي، يعني لو تحب ان نتحدث انا وانت وهي في جروب خاص او في مكالمة فيما بعد، يعني بس يا شيخ ترى هي الحين عم تشاهد بثك. والله ما شاء الله. الله يهديك يا اي اختي والله الحمد لله، ويشرح صدرك للحق يا رب. الله يسلمك، واعلم يا اختي، زي ما انت تشوفي، الله الحمد لله احنا يخليك. كلامنا كله من كتاب الله تبارك وتعالى. نحاجج الشيعة من القرآن الكريم، بنتسب ونتلعن ونتشتب، بس بنتحمل علشان نوصل لهم رسالة النبي الحقيقية الصحيحة. الله يرضى عنك، الله يخليك يا رب. وإن شاء الله لو هي عندها أي سؤال في أي وقت، سأرسل لك رقمي الخاص الآن، ابعت لي الآن إن شاء في الله يا الخاص شيخ، وابعت لك رقمي الخاص يا حبيبي. إن شاء الله يا شيخ، أنا منتظرك. ماشي يا حبيبي، هبعته لك الآن. جزاك الله خير. الله يخليك يا حياك شيخ. الله، مع السلامة. هلا والله يا مع شيخ، السلامة. هلا. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.